فماذا يتوسلون لجذب الناس؟ بماذا؟ بالرؤى والأساطير والشعائر البائسة والمتخلفة، من المشي على النار ومشي على الأشواك وضرب الجدران بالرأس باعتبار أن زينب سلام الله عليه لطمت رأسها بكذا، فهو يلطم رأسه بالحجار ومولان من هذه الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لأنهم فقدوا قدرتهم على جذب شنو؟ والآن تجد أنه سوق من ماشي؟ سوق أولئك الذين يتكلمون بمنطق العقل والاستدلال لو بمنطق الرؤى والأساطير، أي منهما؟ سوق من؟ يا مداحين يا خطباء يمشي مولان، خصوصا الإيرانيين يعرفون أنا ماذا أقول، الإخوة الأعزاء اللي حاضرين الدرس يعرفون الآن منهم. لماذا بدأ العقل الشيعي يتجه بذاك الاتجاه مع أنه الآن حوزة عندنا حوزات في إيران كان ينبغي أنه يتطور الفكر يرجع إلى عصره الذهبي الذي أنتج لنا المفيد، أنتج لنا المرتضى، أنتج لنا أمثال الطوسي، أنتج لنا أمثال العلامة. أين هؤلاء؟ أين؟ لماذا مات الفكر الشيعي؟ لماذا أعزائي؟ ما الذي أماته؟ أماته الانغلاق وعدم حرية الرأي وعدم السماح بالنقد. من هنا أعزائي إذا أردنا للفكر الشيعي أن يحيا أن يعيش وأن يكون مؤثرا وأن يرجع إلى عصره الذهبي وأن يتخلص من الاجترار وأن يتخلص من الخرافة وأن 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 وأن، ما هو طريقه أعزائي؟ طريقه أن تفتح هذه الأبواب المغلقة التي أوصدها الاتجاه الإخباري والعقل الإخباري.